السلام عليكم ورحمة الله. فهاد التوتوريال عندنا سي اس اس وغادي نشوفو شنو هو البادينغ. البادينغ هو واحد لا مارش انتيريور ديال واحد البلوك، وهادو كيفما تشوفو دي زيكزامبل ديال البادينغ. عندي هنا واحد الفوتكس ونخدم عليه كيفما غادي نخدم على هاد البوردر كيفما شفنا هنا في هاد ليكزامبل. الكتبه مقاربه مع البوردير بزاف، اذا اش خصنا نزيدو في البادينغ. البادينغ هو اللي يكون ما بين البوردير او لا الطابلو او شي حاجه اخرى ما بين البوردير والكونتوني اللي كاين لداخل كيما هنايا وهنا. دابا غادي نشوفو، غادي نجي هنا غادي نزيدو شويه في العطايه ديال الكتبه. فونت سايز دو يعطي 20 بيكسل او لا بورسنتاج او لا او ام. كنترول اس غادي نجي وغادي نكتب ليه با دينك دو بوان، غادي نعطي بار اكزومبل 10 بيكسل. كيف ما شفنا هنا عطاني البادينغ ما بين الكونتوني اللي كاين لداخل. نقدر بار اكزومبل بغيت البادينغ ليفت ولا البادينغ رايت، نجي هنا ليفت ونعطي 50. اكشوالي كيف ما شفنا هنا خلى لي واحد الفراغ في الجهة ليفت بادينغ ليفت. هنا تقدر دير بادينغ رايت اللي بغي، بادينغ بوتون، بادينغ توب. في التوتوريال الجاي غادي نشوفو المارجين هنا، وإن شاء الله الرحمن الرحيم في التوتوريال الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ديت موا دو